أهلاً وسهلاً فيكم حبايب قلبي، كيف حالكم؟ طيبين؟ اليوم يومنا غير، ما أدري على قطعة لأني من جد كنت مشغول، يعني تحديات وكذا بالتيك توك، فالمعذرة جداً. الشيء الأول إن اليوم أخذين شاليه بنحتفل بيوم التأسيس ويكون احتفالية بتوثيق التيك توك، حسابي توثق شباب التيك توك. والشيء الثالث عندنا تحدي مع شخص من أمريكا، بنشوف هل بيفوز علينا أو إحنا نفوز عليه ونقرر ذاك الوقت. جولة واحدة وبإذن الله حنفوز. الله يسعدكم يا رب، والله كفيت ووفيت. يستاهل، والف مبروك، وعقبال جميع التواصل الاجتماعي يتوثق باذن الله، والله يوفق ان شاء الله، الله يبارك له، وعقبال جميع منصات التواصل باذن الله تعالى. الف مبروك التوثيق يا حبيبي، موثق في قلوبنا قبل التواصل. حرفيا تلقى اخي المفروض موثق من زمان ده. اي والله ليه ما وثقوا المبدعين؟ ما يوثقوا لهم بسهوله؟ ما اقدر اكمل. شاري صرناعم؟ ايوه امه والله من الكلور.
بايك واحدة ثانية زيها. لا خلاص. يا بيبي لا تعبان. ما عمري احتفلت معاهم احتفال سنين. يا يجيبون المصيبة. يا يدمرون الحفلة. كنت بتروح معاه تدري؟ والله كان يدفوك. ليش دائما تمقلبوه كذا؟ يستاهل. ليش دائما مقلبوه؟ اكثر ناس تمقلبنا احنا. يستاهل. هذا قليل فيه. والله قليل فيه. والله اي شيء صار يستاهل. يستاهل عن جدارة. بالله قدره يستاهل. كل شذبنا بحياتنا فلازم نعدله. مبروك سبايك التوفيق. والله العظيم انه يستاهل كل خير. ومنها للاعلى يا رب عقبال الجميع كله. يا حبيب قلبي والله يمتع. حبيب قلبي الله يسعدك يا حبيبي. لا شوف شنو السؤال. والله طيحة النهاية. لازم غريب. خلاص عذبوني. والله مرة شكرا الاحتفالية. ما اقدر. خلينا الحين اضيفهم بعدين نهرج وناخذ راحتنا. تفضل يا شباب حياكم الله على العشاء. نام الخال جو. حياكم الله يا شباب على العشاء. تفضلوا تفضلوا. تستاهلون اكثر من كذا. والله وقفتوا معايا الحلوه والمره. ان شاء الله اوقف معاكم على الحلوه والمره يا رب. يلا يا شباب برا استراح. برا برا. لا لمزه. حياكم الله. حياكم الله. تفضلوا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. حياكم الله. هذا اليوم الثاني باحتفالية يوم التأسيس. طبعا أنا جيت حديقة الملك فهد. الحي والام ما ادري تدري من زمان ابغى اشوفه. يا حبيبي الله يسعدك. اخيرا التحقق. والله مره شكرا. مره شكرا. والله بخير ابشرك. يا الله اخيرا تحققت منك. يا حبيبي الله يسعدك دنيا واخره. ما شاء الله تبارك الله. الجمهور ما خلاني اخذ راحتي. والله الله يحفظهم يا رب. فنبغى نخش الان جوا ونبغى نصور ونكمل فعالياتنا. انا ادري الفعاليات كلها خلصت بس يلا مشيوها. يلا حبيبي. حبيبي. صراحة شكرا شكرا للجمهور اللي قابلته. الله يسعدكم يا رب. لي الشرف اني اتصور معاكم واحد واحد. لايك واشتراك وكل شيء وشير يا شباب.